ريس جيمس وجول. ريس جيمس وجول لتشيلسي في الدقيقة الثانية من انطلاقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني. يفعلها ريس جيمس، يرفع كرة إلى هافرتز. جول تشيلسي ينتفض ويسجل ثنائي. يا سلام، في ظرف خمس دقائق يسجل هدفين تشيلسي، الأول من ريس جيمس ولولا، والثالث بالثلاثة. تشيلسي يضرب بثنائية، يتمكن كاي هافيرتس من تسجيل رابع أهداف هذا الموسم، ثلاثة أهداف في ظرف سبع دقائق لعناصر تشيلسي. بوليتش لا يرفض الهدية، وجول رابع لتشيلسي، لعبة ثلاثية رائعة وتمريرة خاطئة من هنالك من جيمس تاركوفسكي لبوليتش الذي يسجل رابع أهداف تشيلسي اليوم ورابع أهداف هذا الموسم مع فريق تشيلسي.